ألف همزة، ألف همزة، ألف همزة. ما هو شكل حرف الألف؟ عصا طويلة فوقها همزة، عصا طويلة فوقها همزة. رددوا معي أصدقائي، عصا طويلة فوقها همزة. نكتب معي أصدقائي على الهواء حرف الألف، عصا طويلة فوقها همزة، عصا طويلة فوقها همزة. كيف تكتب الهمزة؟ نصف دائرة شرطة مائلة، نصف دائرة شرطة مائلة. إذا ما اسم هذا الحرف؟ ألف همزة. ما شكل ألف همزة؟ عصا طويلة فوقها همزة. كيف تكتب الهمزة؟ نصف دائرة شرطة مائلة، نصف دائرة شرطة مائلة. إذا ما هي كلمات حرف الألف؟ ما هي الكلمات التي تبدأ بحرف الألف؟ ألف أرنب، ألف أرنب، ألف أرنب. رددوا معي أصدقائي، ألف أرنب. ألف أسد، ألف أسد، ألف أسد. ألف إبرة، ألف إبرة، ألف أذن، ألف أذن، ألف أذن. إذا ما هي كلمات حرف الألف همزة؟ أسد، أرنب، إبرة، أذن. هيا نستمع يا أصدقائي كيف يكتب حرف الألف. أصدقائي لدينا سطر نكتب عليه، خطأ أن نكتب بدون السطر. كيف يكتب حرف الألف؟ عصا طويلة على السطر، لا تنزل لأسفل السطر. عصا طويلة على السطر فوقها همزة. كيف تكتب الهمزة؟ نصف دائرة شرطة مائلة. أصدقائي هل يوجد أشكال أخرى لحرف الألف؟ هيا بنا نعرف. أصدقائي الكلمة عبارة عن ثلاثة أجزاء أو أصدقاء. أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة. أنا أقف هنا ولدي صديق هنا وصديق هنا، حرف هنا حرف هنا، أو حروف هنا وحروف هنا، وأنا في الوسط. إذا أجزاء الكلمة، أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة. الكلمة عبارة عن أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة. هل شكل حرف الألف في أول الكلمة زي وسط الكلمة وآخر الكلمة؟ هيا بنا نعرف. أصدقائي عندما يأتي حرف الألف في بداية الكلمة، عندما يأتي حرف الألف في بداية الكلمة يقف بمفرده. ماذا نعني ببداية الكلمة؟ أن يكون هو أول حرف في الكلمة، ليس قبله أي حرف من الحروف. أول حرف في الكلمة، فعندما يأتي حرف الألف في أول الكلمة يقف بمفرده، لا يمسك بأي حروف بعده، ما بيمسكش أي أصدقاء بعده، يقف بمفرده. هكذا يا أصدقائي، عصا طويلة فوقها همزة، يقف وحيدا لا يمسك بأي أحد بعده. عندما يأتي في وسط الكلمة له شكلان. كلمة لدي أصدقاء هنا وأصدقاء هنا، حروف هنا وحروف هنا، أنا حرف الألف. عندما أأتي في وسط الكلمة لي شكلين، إما أن أمسك بما قبلي أمد ذراع، إما أقف وحيدا. إما أن أمد ذراع لما قبلي أو أقف وحيدا. أصدقائي حرف الألف لا يمسك أبدا بأي حرف بعده، لا يمسك أبدا بأي حرف بعده.
عندما يأتي في وسط الكلمة إما أن يمثل بما قبله أو يقف وحيدا. متى يمثل بما قبله ومتى يقف وحيدا؟ يقف وحيدا عندما تأتي قبله أي حرف من الحروف الرافسة. ماذا نعني بالحروف الرافسة؟ حروف ترفض أن تمسك أي أحد بعدها. انظروا معي أصدقائي، الحروف الرافسة ألف واو دال ذال راء زال. ألف واو دال ذال راء زال. إذا حرف الألف في وسط الكلمة له شكلين، إما أن يمسك بما قبله أو يقف وحيدا. متى يقف وحيدا؟ عندما يأتي قبله حرف من الحروف الرافسة. عندما يأتي حرف الواو قبل حرف الألف فإن حرف الألف يقف وحيدا. عندما يأتي حرف الدال أو الذال أو الراء أو الزال قبل حرف الألف يقف وحيدا. باقي الحروف يمد له ذراع. إذا حرف الألف في أول الكلمة لا يمسك بأي أحد بعده، يقف وحيدا بمفرده. وفي وسط الكلمة قبله حروف وبعده حروف يمسك بما قبله ويترك ما بعده أو يقف وحيدا. طيب في آخر الكلمة يا أصدقائي E.
الضمة، الفتحة، الكسرة، الضمة. أين توضع الفتحة؟ أعلى الحرف. ماذا تفعل لصوت الحرف؟ نفتح فمنا عند نطق الحرف. والكسرة توضع أسفل الحرف. ماذا تفعل؟ فمنا أسفل عند نطق الحرف. والضمة توضع أعلى الحرف. ماذا نفعل؟ فمنا نضم فمنا عند نطق الحرف. انظروا معي أصدقائي، هذه هي علامة فمين الأسفل. هذه هي علامة الكسرة. أين الكسرة؟ أعلى أم أسفل؟ أحسنتم يا أصدقائي، أسفل. إذا هذه هي حركة الكسر. هذه نضم فمنا عند نطق الحرف، إذا هي حركة الضم. ممتاز. الألف مد، الياء مد، الواو.
مد، الألف مد، الياء مد، الواو. الحروف يا أصدقائي تريد أن يصبح صوتها طويل، ولكن الحركات القصيرة ضعيفة، لابد لها من مساعد يساعدها. إذا استعانوا بحروف المد حتى نطيق من أصوات الحروف. حركة الفتح، اختارت حرف الألف. حركة الكسر، اختارت حرف الياء. حركة الضم، اختارت الحرف الذي يتبعها وهو حرف الواو. إذا يا أصدقائي، الفتحة يأتي بعدها الألف، إذا يصبح مد بالألف. عندما تأتي الفتحة بعدها ألف يصبح مد بالألف. عندما تأتي الياء الكسرة بعدها ياء يصبح مد بالياء. عندما تأتي الضمة بعدها واو يصبح مد بالواو. انظري معي يا أصدقائي. حرف الألف، حرف اليوم، عندما يأتي فوقه الفتحة وبعده ألف، نجمع الحرفين ثم يكتب هكذا: عصا طويلة ونصف دائرة معدولة ونصف دائرة مقلوبة. فوقه يا أصدقائي ألف، عندما يأتي فوقه الفتحة وبعده ألف يدمج هكذا ويكتب هكذا يا أصدقائي: عصا طويلة ونصف دائرة معدولة ونصف دائرة مقلوبة. هذا هو المد بالألف، عندما تأتي الفتحة بعدها ألف يصبح مد بالألف. ونطيل من صوت حرف الألف، حرف الألف صوته قصير آ، آ. هنا يا أصدقائي آثار، آثار. مدّيت صوت حرف الألف، ليه؟ لأن فوقه فتحة هو مفتوح وجاء بعده ألف، ولكن لا يجوز كتابة ألف بعدها ألف، فنكتبها هكذا. المد بالياء، ألف كسرة، الياء تاخد مين؟ تاخد الكسرة، الكسرة يأتي بعدها الياء، إذا حرف الألف إي يصبح صوته من إي إلى إي، إي إي، لأن مدينا صوت حرف الألف ليه؟ مكسور وجاء بعده الياء، مثل كلمة إيهاب، إيهاب. صوت الألف هنا صوت قصير أو طويل؟ كسرة بعدها ياء، إذا هو صوت طويل. هنا يا أصدقائي جاء حرف الألف مضمون، ألف فوقه ضمة وبعده واو، إذا يكتب هكذا: ألف فوقه ضمة وبعده واو ويصبح صوته أو، أو، مثل كلمة أوروبا، أو، أو. إذا يا أصدقائي حرف الألف هنا صوت طويل أو قصير؟ صوت طويل. لماذا؟ لأن هذه هي علامة الألف الممدود. وهنا يا أصدقائي صوت طويل أم قصير؟ صوت طويل. لماذا؟ لأن الكسرة جاء بعدها الياء. وهنا يا أصدقائي صوت طويل الألف أم قصير؟ ضمة بعدها واو، إذا هي مد بالواو. انظروا معي يا أصدقائي كلمة أسد، كلمة أسد، هنا حرف الألف صوت طويل أم قصير؟ ألف فوقه فتحة، بعده ألف، في علامة الألف الممدود؟ لا، إذا هو صوت قصير، ولكن هنا يا أصدقائي هذه هي علامة الألف الممدود، إذا هي صوت طويل. إبرة، صوت الألف هنا صوت قصير أم طويل؟ ألف أسفلها كسرة، الكسرة ماذا تأخذ من الحروف؟ الياء، هل يوجد بعدها حرف الياء؟ لا، إذا هي صوت قصير. هنا يا أصدقائي الألف صوت قصير أم طويل؟ ألف أسفلها
أسفلها كسرة، بعدها ياء، إذن هي صوت طويل، ويصبح صوت حرف الألف إي. 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 هنا يا أصدقائي، حرف الألف صوت طويل أم قصير؟ فوقه ضمة. الضمة ماذا تأخذ من الحروف؟ ألف أم ياء أم واو؟ الواو. هل يوجد هنا حرف الواو بعد حرف بعد الضمة؟ لا يا أصدقائي، إذن هي صوت قصير. هنا يا أصدقائي، الألف صوت طويل أم قصير؟ فكروا معي. فوقه ضمة، بعده واو، إذن هو صوت طويل ويصبح صوته أو. إذن يا أصدقائي، ما هي الأصوات القصيرة لحرف الألف؟ آ إي أو. آ إي أو. ما هي الأصوات الطويلة لحرف الألف؟ آ إي أو. ما هي حروف المد؟ ألف ليس فوقها همزة، والياء، والواو. ماذا تفعل حروف المد؟ تأتي بعد الحركات القصيرة لتساعدها على مد صوت الحرف الذي يسبقها. طيب يا أصدقائي، هنا في كلمة إيهاب، أي حرف مد؟ حرف الياء. إذن حروف المد ألف، ياء، واو، وهنا حرف المد وحرف الياء. طيب، ما اسم الحرف الذي يسبقها؟ ألف كسرة. بس أنا لا أقصد هذا، أقصد أن الحرف الذي يسبقها أي حرف سواء حرف الألف أو غيره يسمى الحرف الممدود، اللي بنمد في صوته، الحرف الممدود، الحرف الممدود. إذا الحرف الذي يسبق حرف المد يسمى الحرف الممدود. هنا يا أصدقائي، أين حرف المد؟ واو. أين الحرف الممدود؟ هو حرف الألف. الحرف الممدود هو الذي يسبق حرف المد. انظروا معي يا أصدقائي، كلمة إبرة. إبرة، حرف الألف هنا صوت قصير أم طويل؟ فكروا معي يا أصدقائي، الألف هنا صوت قصير أم طويل؟ أسفله كسرة. ماذا تأخذ الكسرة من الحروف المد؟ حرف الياء. هل يوجد هنا حرف الياء؟ لا، إذا حرف الألف هنا صوته قصير. إي. 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 كلمة إناث، حرف الألف هنا صوت قصير أم طويل؟ أسفله كسرة، بعده الياء، والكسرة تأخذ الياء، إذا هي صوت طويل، وصوت حرف الألف هنا إي. 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 كلمة أولى، الألف هنا صوت طويل أم قصير؟ ألف فوقه ضمة وبعده واو، إذن هو صوت طويل وصوته أو. أو. كلمة أرز، أرز، صوت الألف هنا قصير أم طويل؟ الألف فوقه الضمة بعدها واو؟ لا، إذن هي صوت قصير. أو. 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 كلمة أستاذ، أستاذ، الألف هنا صوت طويل أم قصير؟ الألف فوقها ضمة بعدها لا يوجد الواو، إذن هي صوت قصير. أو. 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 آثار، هذه هي علامة الألف الممدود، إذا هذا هو صوت طويل ومد من ألف. ممتازين يا أصدقائي، مد من ألف، نصف دائرة ونصف دائرة، نصف دائرة معدولة ونصف دائرة مقلوبة. هذه يا أصدقائي، صوت حرف الألف هنا قصير أو طويل؟ الفتحة يأتي بعدها ألف، حرف الألف عندما يكون مفتوح وبعده ألف يكتب
هكذا كما تعودنا، هل يوجد هنا؟ لا، إذن هو صوت قصير. كلمة أسد، حرف الألف هنا مفتوح، ليصبح صوته طويل لابد من حرف الألف بجانبه ويصبح كما تعودنا ألف ممدود. هل يوجد هنا ألف ممدود؟ لا يا أصدقائي، إذن هي صوت قصير. آمال، آمال، هذه هي علامة الألف الممدود، إذن هو صوت طويل. كلمة اسمي، اسمي، الألف هنا يا أصدقائي صوت طويل أم قصير؟ أسفله كسرة، بعده لا يوجد الياء، إذن هو صوت قصير. وهكذا يا أصدقائي قد نكون وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، أخذنا حرف الألف وقلنا أنه عصا طويلة فوق همزة، عصا طويلة فوق همزة، كيف تكتب الهمزة؟ نصف دائرة شرط مائلة، نصف دائرة شرط مائلة. ما هي كلمات حرف الألف؟ أسد، أرنب، إبرة، أذن. أشكال حرف الألف تختلف بحسب موضعه في الكلمة، في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. في أول الكلمة يقف بمفرده، في أول الكلمة يقف بمفرده لأنه من الحروف الراقصة التي لا تمسك بأي حرف بعدها. في وسط الكلمة له شكلين، إما بذراع أو بدون ذراع، إما بذراع أو بدون ذراع. بدون ذراع إذا كان سبقه حرف من الحروف الراقصة وهي الألف، الواو، الدال، الذال، الراء، الزاي. إما باقي الحروف فيمد ذراعه لها. وفي آخر الكلمة بشكلين أيضا، إما بذراع أو بدون ذراع. بدون ذراع إذا جاء قبله حرف من الحروف الراقصة، وبذراع إذا جاء قبله باقي الحروف. إذا حرف الألف لا يمسك بأي أحد بعده. مثل كلمة أرنب، هنا وهنا جاء في وسط الكلمة بمفرده. في وسط الكلمة هنا ف جاء قبله حرف ليس من الحروف الراقصة فبنمد ذراع. هنا جاء قبله حرف ليس من الحروف الراقصة إذا وقف وحيدا. هنا كلمة قرأ جاء قبله حرف من الحروف الراقصة إذا وقف وحيدا. هنا كلمة خطأ جاء في آخر الكلمة ولكن بذراع لأن قبله حرف ليس من الحروف الراقصة. وأخذنا يا أصدقائي الأصوات القصيرة لحرف الألف. آ آ آ. نتذكر معا ما هي الحركات القصيرة؟ فتحة، كسرة، ضمة. الفتحة نفتح فمنا عند نطق الحرف، الكسرة فمنا للأسفل عند نطق الحرف، الضمة نضم فمنا عند نطق الحرف. إذا الأصوات القصيرة لحرف الألف بالحركات القصيرة آ إي أو. وما هي الأصوات الطويلة؟ إي أو. متى تأخذ حركة الفتح لتصبح صوت طويل؟ تأخذ الألف، والكسرة تأخذ الياء، والضمة تأخذ الواو. وما هي حروف المد؟ ألف، ياء، واو. ألف المد ليس أعلى الهمزة، ألف المد يكتب بغير الهمزة. أصدقائي أتمنى أن تكونوا استفدتم، إلى اللقاء.